هادشي عارفينو. الصلاه هو غير يصلي، رمضان غادي يصوم، الزنا ما يزنيش، الشرب ما يشربش، ولكن سيفعل محرمات في جهات اخرى. البناء الذي يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ولا يشرب خمرا ولا يزني ويغش في البناء، هذا تظنونه من المتقين؟ هذا يظن نفسه من المتقين؟ أحد يجي للجمعة يصلي الجمعة ويصلي الفرض ليس منا من غش، يخاف على نفسه سوء الخاتمة. الموظف الذي يحتاج لكي يعطي صاحب الحق حقه يريد الرشوة، هو تيصلي في الجامعة، هو تيصلي الجمعة، هو تيصوم رمضان، هو ما يسكر وما يزني، ولكن لا يؤتي صاحب الحق حقه حتى يأخذ الرشوة. وما تسميهاش الرشوة، تسميهاش رشوة. وبالعكس يمكن قاعدة معك اللي تعطيه انت الرشوة يقول لك الله يخلف. إيه الله غادي يخلف ليا، وانت لما تبتيش غادي يعذبك. لست من المتقين، تخاف على راسك حسن الخاتمة سوء الخاتمة. الطبيب الذي يأتيه الإنسان ما يحتاج هذه كثرة الراديو، كثرة التحاليل، لا دير التحاليل باش ياخذ معمول التحليل الفلوس، وديسير الراديو باش ياخذ معمول الراديو الفلوس. ها هو يمشي كل رمضان يمشي يختم العشر ايام الاخرى في رمضان في العمرة، هذا من المتقين؟ ليس من المتقين. ينبغي ان يخاف على نفسه سوء الخاتمة. الممثل المغني الذي ينشر الفجور ويحب ان تشع الفاحشة في الذين امنوا، عباد الله التقوى طرق شعب ليحذر الإنسان من المحرمات وليأتي الواجبات. طلبه يطلب حسن الخاتمة.